الاندكتنس في حد ذاتها ملهاش فايده الا لما تبدا تحطها في سياق الايه؟ الاي ام اف تمام؟ فانا هنعرف كده بسرعه على الاندكتنس من الكلام ده المفروض عارفينه من الفيلم الاولاني بس يعني مفيش ما يمنع ان احنا نعمل ريفرش للميموري الجديد. فعندنا نوعين من الاندكتنس بتبقى سيلف اندكتنس وعن سيلف مش فيها كرنت. بتشوف الفلكس لينكد بالسيركت دي واسمع الكرنت بتاعها بتدي لي ايه؟ السيلف اندكتنس بتاعت السيركت. وعندنا ميوتشوال اندكتنس ما بين تو ديفرنت سيركت اللي هم سي 1 وسي 2 والسيركت الاولانيه ماشي فيها كرنت اي 1 والسيركت الثانيه المفروض وانا بحسب الميوتشوال اندكتنس بعمل كان فيها اي كرنت بس لازم اخد ريفرنس دايركشن الونج السيركت دي اللي هو الريفرنس دايركشن بتاع الكيرف ده اليوز في السيركت دي لما تبقى كابلز مع السيركت الاولانيه. فبحدد ريفرنس دايركشن مش بالضروره يبقى فيها كرنت بس ايه ريفرنس دايركشن اللي هي السيركت رقم 2 تمام. فمن هنا نقدر نحدد او نعرف الفلكس لينكد بسي 2 نتيجه الكرنت في سي 1. طيب الكرنت في سي 1 هيجنريت ماجنتيك فلكس دنسيتي بي 1 يبقى هنجنريت دلوقتي على سيركت رقم 2 بي 1 ضد بي اس 2 حيث المصدر بي 1 هو الكرنت اللي في ايه؟ سيركت رقم 1 والاس 2 دي ما فيهاش اي كرنت مجرد بشوف ايه؟ الفلكس اللي هيبقى لينكد في ايه؟ السيركت. لو قسمت الفلكس دوت على الكرنت اللي هو اي 1 ده بنسميها الايه؟ ميوتشوال اندكتنس ما بين بس صفر السيركت رقم 2 كان ليها نمبر اوف تيرن يعني ما كانتش لوب واحده يعني اكتر من وايند يعني الوايند بتاعها مثلا ان ممكن يبقى 1000 10000 تمام وهنشوف ان النمبر اوف وايند دوت بيزود الاندكتنس وبالتالي بيزود الاي ام اف اللي يوز في الايه؟ السكندري سيركت دي نتيجه ايه؟ البرايمري اللي هي في الحقيقه فكره عمل الترانسفورم تمام. فلو احنا عندنا سيركت رقم 2 ليها نمبر اوف وايند ان 2 فبنسميه الفلكس لينكد بقى بالان 2 دي تيرنز دي تبقى هي نفسها ان 2 وفاي 1 2 نعرف هنا من هنا الاندكتنس مش الاندكتنس اللي هي ال 1 2 اللي هو بنسميها لامدا 1 2 اي تمام. فانا دلوقتي لو جبت مثلا اي 1 اتغير مع التايم سيرفت فاليو قلت لك عايز ايه ده في الريوز سيرفت رقم 2 قسم لي هتبقى كام؟ سيرفت رقم 2 هتبقى عباره عن ماينس دي باي دي المفروض اللي هو البلس في سيرفت رقم 2 اللي هو لامدا 2 لو اهملت السيرف فلكس بتاعها ده طبعا ايه ابروكسيميشن يعني في علم الايه مش هفترض ان مفيهاش كرنت في سيركت رقم 2 وعايز بس اعرف ايه اللي هيحصل نتيجه ايه كابلنج بينها وبين سيركت رقم 1 يبقى اقدر اعمل دي انها عباره عن كام؟ دي باي دي اللي هو لامدا 1 اللي هو الفلكس هيلينك اثنين كرنت 1 انما الفلكس اللي هيلينك اثنين نتيجه كرنت 2 هنا مش موجود لو موجود هحط برضه تمام وبالتالي يبقى انا عندي الاي ام اف يبقى الايه بقى عندي هتبقى عندي ماينس دي باي ل ال 1 2 في ايه؟ اي 1 طبعا ال 1 2 ده كونستنت يعتمد على الجيومتري بتاعت الايه؟ السيركت والسبيس اللي بينهم تمام؟ وبالتالي اقدر اقربهم ده دي باي ماينس ال 1 في دي باي دي اي 1
in a radius A of the radius B with height h. وعايز نجيب السيرف الداتا بتاعت الروي. الروي سيكفين في ايه في ايه؟ طبعا الكلام ده اوريدي تعرضت ليه الترم الاول بس مفيش كلام يمنع ان انا نعيد تاني او نجيب شويه. نعم. اللي هي ام 1 بعض الناس تسميها ام على اساس ان شويه وساعات يعني تسميها ال 1 تفهم في الدنيا تسميها بس. انا عندي هنا radius A وده اوت radius B وفي 1 دي ما بينهم winding over الروي ده اللي هو الرسام الاحمر هنا عايزين نحدد له دايركشن بقى. طبعا الوايندنج ده فاين يعني عمار اخر يعني ناعم قوي بس ان انا ايه مفيش جاز اللي انا عاملها بس لو ما عامل جاز في الورد ده الانفيتيشن مش اكتر. Again, it current winding. In the head, the foot behind the ear. And that's a one of the winding in the whole ear. And then the head of the ear and the head. The head of the ear and the head of the ear. The head of the ear and the head of the ear. The head of the ear and the head of the ear. The head of the ear and the head of the ear. The head of the ear. طيب لو عايز احسب بقى المايوف فيلد اللي جوه الترويد ده باجي اخد عن طريق امبيرز رو باجي اخد سيركل بار باخده عباره عن سيركل سنترز مع الاكسس بتاع الترويد اللي هو مثلا اكسس ثاني مثلا لو قلت زد اكسس بتسيري زد اكسس اوتبوت بهذا الشكل. ف لو قلنا الريديوس بتاعي عباره عن رو الرو ده هو المفروض اكبر من ايه واقل من ايه هو ما بين ايه ودي السيمتري بتاعت البروبلم دي بتخليني ان انا افترض الفرجات دي السيمتري بتاعت البول بقى حاجه مهمه جدا وبيعتمدش على بوزيشن على الكنترول اللي انا باخده يعني وتقدر كل نقط نفس الايه الثاني والمجنتيك فيلد المفروض زائد 5 زائد مع السيركل ده تكتب السيركل بعد كده نبدا نابلاي الفيرز رو اللي هو بيقول لي ان كده لو عارف كود باور ده اتش كود بي ال بيديني كود كارت الباب دوت بالنسبه للثيرويد دوت هيبقى الاتش كود بي ال بتاعتي هي جال 5 بي ال انا ماشي على الكنترول على سيركل فين سرو فيديني على طول اتش بي 2 باي 4 ده الكلوز كارنت لازم بقى افترض انت عارف عندي كام ترم في الترول ليت سي ان انا عندي ان ترم واي بتاع ان ترم كده ممكن يبقى رقم كبير جدا 10000 5000 حسب الواي الواي ده بتاع من فن كان بيتعمل زمان بشكل مانيوال دلوقتي بيبقى ايه؟ الميتد بحيث ان هو يخليه لحد ما يفوق مع عدد كبير جدا من المكان ممكن يحصل اكتيفيشن في حته فطبعا المانيو فور وايزنج هيؤدي ان المجال كتير ما يبقاش ايه؟ يفوق بالشكل ده. طيب
الجروث كارنت هيبقى كام بقى؟ ان في الاي في الاي عايز الاي اللي هو الكارنت ديمنشن الواي اللي هو ليتس سي الاي اللي هو جاي مثلا من صفر وكارنت سورس عندي ماشي حاجة؟ يبقى من هنا اقدر اقول ان الايه؟ الماجنتيك فيلد هيبقى عبارة عن ان اي اوفر 2 باي رو جن ايه؟ لو حبيت احسب السيلف اندكتنس للترويد دوت يبقى لازم اشوف الفلكس لينكد للان تيرن بتاع الترويد ده تمام؟ فمحتاجة احسب بقى السيلف اندكتنس الاول كابتن لامدا على اي حيث كابتن لامدا اللي هو فلكس لينك في الاند تيرم واي اللي هي نقدر نحسبه هو ان اي الفاي اللي هو الفلكس لينك اللي هيعدي في الايه كروس سكشن اريا بتاع الايه الواي اللي هو نقدر نرسمه هنا فالكروس سكشن اريا هتبقى المنطقه دي لو قلنا ده ازاي اكتب زي ما قلنا يعني الشكل طبعا عشان احدد اتجاه الدي اس لازم اشوف الوايننج اللي انا ماشي فيه يعني الوايننج هنا ماشي كده فاللوب بتروتيت كده فواضح ان الايه الدي اس لازم تبقى اتجاه الاي 5 يعني بالنسبه للرسمه اللي هنا يبقى الدي اس من الحته دي داخله الايه الورد دي اس داخله لجوه تمام هي فكره كده حتى دي اس هنا دي عباره عن زيرو لازم نجيبها زيرو دي زي او دي زي ايه ان الواين ده هو اللي بيلزمك لو كنت خدت الواين اللي عكسي انت لازم الدي اس تاخد من الاتش ماشي؟ عكس الدي اس تمام يبقى انا عندي هنا الفاي اللوكال نعم عايز اشوف الدي اس تاني كده دي اس انا عندي دلوقتي بمشي مع الكرنت اللي هو يمثل الكونتور باوندري اللي عندي ده الكرنت ده الواين دي فازت فيها بريبيت معاه كده بشوف الطم بيشاور على ايه بدات ان هي انا عندي كونفيوجن ماشين تو دايركشن كده او كده طالما الواي من كده يبقى انا اللي ايه دي اس بس الدايركشن هو بس اللي ايه اللي هي البوست بتاعها دي اس على الايه يبقى عندي فاي بتبقى عباره عن ان بي اللي هي ميو في الهي في الاتش هي اقدر اقول ان هي ميو في الاتش اي على 2 باي يبقى قال لي هنا ايه؟ دي رو دي زد طبعا دي رو دي اس هتبقى ايه؟ زد هي الفاي زد فلات فاي اظن ان ده 1 اوفر رو والانتجرال على الزد اللي هي من 0 للاتش والرو من ايه؟ صح؟
دي باوندز بالظبط. وانا دلوقتي انا لما باجي احسب الاي ان اف بالنسبه للسيركت لازم بحسبها السيركت دايركت ده بتبقى ايه؟ حد يتعرف على الكور بتاع السيركت اتجاه معين فبحسب الاي في الولاد منه فانا باخده هنا بنفس اتجاه الكرنت اللي انا عامله اللي هو اقسم ده في اتجاه البوش في الاي ان اف تمام؟ فالدايركشن ده هو اللي بيحدد لي الجي اس بحيث ان هو لما امشي على الكونتور ده هو اللي جي اس نورمال او صوره انا قصدي الفوز يعني شايف بروفايل ده اسمه بروفايل اللي هو ده انا عندي ده سيرفيس ده روز تمام الجي اس عندي في عندي كونفيجن جديد في التو دايركشن اي سيرفيس في الدنيا نورمال عليه تو دايركشن تمام فانا عشان احسب الدايركشنز ده بحدد على الباوندري التنطيط بتاع الباوندري يبقى انا عندي ده التنطيط بتاع الباوندري اللي ماشي في الكرب على اساس ان الكرب ده هو اللي جاي هتخش فيه ده لما امشي كده على الكونتور دوت اللي هو اتجاه ده الاقي ان انا الدي اس هتبقى ايه المود بالشكل اللي هو بس هنا ده هي اللي ايه لو كنت خدت العكس طيب يبقى انا عندي هنا كابتن لندا يبقى عندي نيو ان سكوير الاي على 2 باي هنا يبقى عندي اتش دي زي الانتجريشن بتاعها على اتش و1 اوفر رو دي بتاعها لين رو لو سبتيت اللي هي بتبقى لين دي اوفر اي وبالتالي يبقى السيلف كونداكتورز اللي هي لاندا اوفر اي كابتن لاندا اوفر اي اللي هي دي نيو اندس او نيو رو تحديدا هنا هو ده لكن الماتيريال فاكيوم الماتيريال يعني الماتيريال يعني معنى كده ايه؟ يعني معنى كده انت عندي جبت ار اف سورس هنا وصلته بالترويد دوت ار اف سورس ده قلت ان هو عباره عن دي اس مثلا فالدي اس دي هتخش كرنت المفروض ان انا لما اخد ايده دي اس الوجي الايه؟ اللوب دي هيديني الايه؟ ماينس دي لامدا باي دي اي دي اس بلس ماينس دي فاي باي دي تي تو دي سيرشن دي اس السورس بتاعي فولتج تو دي اس فولتج السورس الخارجي اللي انا جايبه هيبقى بلس دي ام اف اندوست يعني البوشنج كل سنه بالظبط لذلك بيسموا الاي ام اف اللي في الحاله دي ده باك اي ام اف انها بتعاكس السورس اللي انت جاي هذا اللي بتعمله تمام المفروض لو انا عندي اكسترنال سورس لازم تبقى ايه داك ام اف او
opposing هنا two coils او two circuits وبشوف الكابلنج بينهم او بشوف الاي ام اف اللي يوز هنا سيركت اللي يوز الكارنت لاذر سيركت ومحتاج هنا اجيب الميوتشوال كابلنج بين two circuits هنا بدل two circuits تقول عنها two solenoid تمام واحد فيهم طويل ال1 واحد فيهم اقصر شويه اللي هو ال2 الطويل اللي هو ال1 الانر ريديس بتاعه A والقصير هي هو بالظبط الانر ريديس اللي هو مش كاونت في الكالكوليشن بس ممكن تحسب ان هو سي مثلا بي اس بي ده اكبر من A والماتيريال اللي بتفل الانر سولويد هي ما بينش ماتيريال ليها دربابيلتي مين ودايما في الكابل سيركتس لو انت عايز تنهاز الكابلنج دايما بتحط دربابيلتي او مالتين ماتيريال يعني هنا السيرك اندكتنس لو كنت شلت النيو نود وحطيت نيو كان هيديني هيوج سيرك اندكتنس او انهانس السيرك اندكتنس بتاع نفس الكلام هنا لو انا عايز انهانس الويشر كابلنج او الويشر اندكتنس من بين سيركتس بحط بريك ماتيريال ان بتوين او في الانر سيمبوليك اللي عندي تمام؟ طيب تعال نرسم الـ نعم لسه ما عملتش حاجة لا هي بي اس زائد اي اف اف دي طب لو البوكس سورس ده اصلا كانت حاجة سهلة ليه؟ يبقى البي ما هو في انك حاطط اعمل عليه شورت سيركت يعني لو البي اس لو ده شورت سيركت دي باي دي ده هيبقى زيرو مفيش باك جيم باك طبعا مفيش اكتيفيشن وساعتها قلت انت عملت شورت سيركت بتاع السورس لو ليه الفيلر اللي هيش بقى خش معاك في الايه بتاعت بعض تمام وبالتالي
يبقى مفيش فاريشن مع الزد اللي مين بل اكتر من كده قلنا كمان ان مفيش مريض بره السيرفايف المريض فيه بس هيبقى جوه السيرفايف such that ان انا ممكن اجي احسن هذا المريض فيه ان انا اكل وابلاي انفيرس دور على هذا الشكل. انفيرس دور بيقول لي ان اتش دول دي ال على كروس الكنترول دوت لما حضرتك هو الصبور كامل بس يعني
طيب يبقى دلوقتي عندنا اتش اوف ان عباره عن ان 1 على ان 1 في ان دي النمبر اوف تيرمز اللي بيجي في النص الترم كام؟ الكرنت ريليشن اللي هو اي 1 يبقى اتش بكام بقى؟ اقدر اكنسل ال مع ال يبقى قايل ان اتش عباره عن ان 1 اي 1 على ال 1 او معنى اخر اقدر اكتب الايه اللي بجد فيه عباره عن ميو في الايه في اتش كذا اللي اقدر اقول ان هو ميو ان 1 اي 1 على اوفر ال 1 اتجاه الايه الزد دايركشن يبقى دايما جبت فيه مين انفاينايت سولونويد اللي هو السولونويد الرفيع اللي هو ريديوس تاو ايه لو عايز اشوف الجزء اللي الكابلنج ما بين التو سولونويد دول او الماجنتيك فلكس اللي هيكابل السولونويد نمبر 2 لتيجي تشتغل السولونويد نمبر 1 يبقى اشوف نمبر اوف تيرنز للسولونويد نمبر 2 اللي هي مثلا ان 2 واضربها في الفلكس لينكد بالاريا بتاعت السولونويد نمبر 2 صح؟ يعني دلوقتي عندي انا كده في الاحمر في مشكله ولا حتى مش فاهم في الاحمر مش كل السيركت مش كل السيركت
هيبقى عندك مشكله ان السولونويد الصغير ده انت هتضطر تحسب المجنتيك فيه نتيجه فاينايت سولونويد. السولونويد ده لما كان طويل والسولونويد الصغير ده موجود في حته فيه كنا بنعتبر ان هو ايه انفاينايت. دلوقتي السولونويد الصغير ده لازم تحسب له المجنتيك فيه which is function في زد. فيبقى عندك complicated function في الايه؟ يعني المجنتيك فيلد اللي هو اللوبس البعيدة هنا مش هيبقى فيها كابلنج خالص واللوبس اللي تحت دي مش شايفاه نهائي تمام؟ وبالتالي اللينكج دلوقتي بقت حسابه عملية صعبة لأن أنت محتاج تحسب الماجنتيك فيلد ويتش از فانكشن في رو وزد. تاني حاجة محتاج تحسب الإيه؟ الفلكس لينكج ويتش از كومبليكيتد فانكشن نتيجة اختلاف البي من مكان للتاني واختلاف البي لينكد لكل لوب من اللوبس بتاعت الإيه؟ بتاعت السولونويد نمبر 1 تمام؟ فمش هتعرف تمام؟ بالرغم من كده الى ان ريسبروستي بتقول ان ال L12 بتساوي L21 يعني هي دي ستر ربنا او دي اللي سترت معانا وخلتنا نقدر نحسب الجروث ريت بتاعتها. ليه؟ لان لو واحد تلبس دماغه حد يحسب الايه؟ درايف السولونويد نمبر 2 هيقع في الورطه دي مش هيعرف يحسب الايه؟ الميش بتاعه. انما لو استخدم الريسبروسيتي درايف السولونويد الطويل هلاقي ان الايه المجال فيه كان بيجي ايزلي وتقدر تحسب الايه الميش بتاعه. فرغم تعطيل المجال فيه جنريت من سولونويد نمبر 2 دريفن الى ان الاكتس او الميش الاكتس يبقى لها نفس الاكسبريشن اللي بيجي من نتيجه ان انت درايف السولونويد الطويل وتخلي السولونويد القصير باسيف او وش تعرف تحسب الليفج. ماشي؟ دي بس نقطة طيب لو جينا نحسب بقى من فوائد الحاجات اللي قلنا ان احنا نقدر نحسب حاجة اسمها الماجنتيك انرجي. تمام؟ هو دلوقتي يعني ايه ماجنتيك او يعني ايه انرجي سيستم؟ انرجي سيستم ان انا دلوقتي بحاول ابيلد السيستم فا I need to make some أو exert some more. تمام؟ أنت بتبني عمارة أنت عمال تنقل طوب فوق فبتعمل مور ويبقى في energy store في العمارة. تمام؟ إيه؟ نقل الطوب ده لفوق يبقى إيه عندك potential energy store في البيلدينج. تمام؟ عندك برضه لو أنت عندك electric system مجموعة من الشارجز مش طايقين بعض اللي هم ليه بوست تشارج في بلس فور تبنيهم تجمعهم مع بعض فانت محتاج تكزيرت ستيبل وورك عشان تجمعهم مع بعض بقى عندك السيستم فيه انرجي ستور نتيجه الايه؟ الكلام اللي انت بتعمله. طيب بالنسبه للماجنتيك فيلد ايه التعب اللي بعمله عشان يبقى عندي شويه سيركتس شايله شويه كارت؟ تمام؟ الحقيقه الورك اللي انت بتعمله ما تقدرش تفهمه الا في سياق الايه؟ الاي ام اف انديوسد وانت بتغير الكرنت. يعني انت بادئ من الصفر مفيش حاجه وعمال تزود الكرنت اللي ماشي في السيركت. فعمليه ان انت بتزود الكرنت في الحقيقه هيبقى عندك فات ام اف عباره عن كام؟ ماينس لو عندك لوب واحده مثلا يبقى عندك ماينس دي فاي باي دي اللي هي ماينس ال دي اي باي دي. تمام؟ فانت عندك الاي ام اف دي بتعوقك عن ان انت ايه؟ تبدل الكرنت في السيركت. فانت لازم تبقى عندك اكسترنال او اكسترنال بورو تبوش تشارجز اجينست الايه؟ الباك ام اف والاي ام اف اللي انت هتعملها او اكسترنال بورو بريم تشارج اللي هتعمله هيبقى عباره عن ال1 دي اي باي دي. تمام؟ طيب لو انا بقى جابني السيستم زي ما قلنا من زيرو كرنت لحد فاينل دي سي كرنت اي 1 يبقى هيبقى عندي اني تايم التشارج بتاعتي اي 1 دلتا تي اجينست الاي
ايه الاف اللي هي عندنا او الاي ام اف اللي انا بحطها عشان البوش التشارج دي اجينست الاي ام اف الباقي ام اف اللي هي في 1 هيبقى عندي هنا ايه ال 1 فاينل فاليو فور اي 1 مين بقى؟ ايه؟ ال 1 دي اي 1 باي دي تي دي اي 1 ليه اقدر اشيل الدي تي دي؟ اشيل الكلام ده كله وقت التدايم اي 1 دي اي 1 صح؟ فاريشن مش هعمله في اي 1 اللي هي اقدر اعمل الكلام ده يبقى ال 1 واي 1 دي اي 1 اقدر اقول ان هي ال 1 على 2 اي 1 سكوير واعوض من هنا 2 اي 1 سكوير يبقى انا دلوقتي محتاج هذه الانرجي عشان ابدل دي سي كرنت في الاندكتور او في السيركت اللي هي اندكتنس ال 1 تمام؟ يبقى دلوقتي الدكتنس هنا اعرف السيركت محتاج انرجي قد ايه عشان ابيلد او ماشي فيها كرنت اي 1 بيها تمام؟ افرض انا عندي سيستم في ايه؟ في وايرز او سيستم في كوندكتر او سيستم في سيركت عندي مثلا ان سيركت يبقى ساعتها بنفس الشكل هيبقى عندي محتاج ان انا ابذل مجهود او انزل فوق الورد سيمبل عباره عن 1 اوفر هاف دبل سميشن ال جي كي اي جي اي تي حيث ال جي كي اللي هي الميوتشر كابلنج ما بين سيرك جي سيرك كي لو هما جي بي ديفنت لو الجي بي كي ايدنتيكال يبقى هي اللي السيلف اندكتنس بتاعت الايه؟ السيرك دي شبيهه بالسيستم اللي عندي سيستم كباسيتي بس سي 1 2 سي 1 3 وهكذا بتحسب الايه؟ التوتال انرجي ستور سيستم نفس الكلام برضه بالنسبه لو عندي سيستم في الداخل هدي كده تمام؟ فهنا لنا دي ان اف دي دورها ايه؟ في حساب الانرجي دكتور بتعمل ايه؟ وداوت المفروض ده كان الانرجي اللي انت بتستخدمها عشان تبني اي سيستم كارت ماشي في سيركتس يبقى زيرو وايه المشكله ان انا مش فرق اي اي سيركت المشكله ان انت عشان تجيب من زيرو فاليو كرنت للفاينل فاليو يبقى ايه؟ هذا باك ام اف تو جوز باك ام اف ده محتاج له انرجي الانرجي ستور دي تبقى ايه؟ لا الانرجي ستور في السيستم اللي هو مكون من لوز مش كده كرنت زي الشارجز اللي انت جبتها دي تمام عشان تجمعها كده وتحطها في المكان ده العماره اللي انت بتبنيها دي الطوب بعد ما تحط لان صعبه شويه الحته دي السلايد دي مش مطلوب منكم يعني انا هشرحها وما هياش مطلوبه ان انت يعني مش جزء مطلوبه بس هشرحها للناس اللي انترستد تبقى عارفه علاقه الايه منين جه الايه؟ الكاينت انرجي الاكسبريشن بتاع الكاينت انرجي فيلد انما الدريفيشن ده مش مطلوب باي شكل من الاشكال عشان بس ما حدش يعقد نفسه يعني لو ما فهمتوش والدنيا سويت معاك بلاها مش قصه مش مطلوب مش هسالك فيه مش هسالك في الدريفيشن طيب القصه دي بقى اقدر اعممها او اجنرالايز لايه بقى؟ للفيلد او وجهه نظر الفيلد ازاي؟ تعالى نفترض ان انا بدل ما عندي كرنت واير لا عندي كرنت جرافيتك كرنت في السبيس يعني عندي لوبس كده اقسم الكرنت اللي هو قد يكون ماشي في فوليوم دلوقتي ما بقاش عندي ايه؟ هاخد نوع من الكونتينيوم سيركت يعني مش سبيد سيركت 6 1 2 3 كل واحده بالواير بتاعها لا انا عندي دلوقتي كرنت فلو وهاجي اقسمه الرونج ستريمز بتاعت الكرنت فلو دي اقسمه
لانها الفلتزما سيركت كل واحده من السيركت دي ليها كان ليها كروس سكشن اريا للكوندكتور بتاعها انت سيجما بونت بليس بس ان سيجما والاكتيفيتي دي جاست ايه انت سيجما سمول اريا او الفلتزما الاريا ماشي فيها الكرنت وفي النورمال على الدلتا سيجما ده في الشكل الكرنت دنسيتي جي فهيبقى ماشي وذن الدلتا سيجما دوت كرنت دلتا اي الكرنت المعدي هنا دلتا اي اللي هو عباره عن جي دلتا سيجما يعني كاني خدت حته صغيره او حته سيجما صغيره طيب عندنا السيركت دي المفروض فيه فلكس لينك ليها اللي هو سميه دلتا فاي هو عباره عن كام؟ عباره عن دي دوت دي اس حيث الاس اللي هي السيرفس اريا باوندد بالليبي كونتور ده تمام؟ طيب الورك اللي انا هعمله عشان ازود الكرنت اللي في السيركت دي اوفر ذا لاين يعني كل الاستراكشر الصغير ده هعمل وورك انتو دلتا لما غيرها مع التايم بسميها دلتا سمول عشان افرق بين التو فاريشنز يعني او التو فاريشنز يعني او التو فاريشنز يبقى ده فاريشن ليه حته الدلتا سبيس تمام دوت قلنا هيبقى عباره عن كام؟ هيبقى عباره عن الجي بدلتا سيجما اللي هي حته الكرنت اللي ماشيه في دي فاي دلتا فاي اللي ايه؟ اللي ايه؟ لينكد اللي ايه؟ دلتا اوميجا دلتا باي دي اللي عباره عن ايه؟ جي دلتا سيجما اللي ايه؟ في دلتا فاي اللي عندي تمام؟ صح؟ هي دلتا دبليو ودلتا تي تساوي اي دلتا ايه؟ دلتا او دلتا دبليو عباره عن اي دلتا تي في دلتا فاي بقى دلتا تي صح؟ فدلتا تي راحت مع دلتا تي يعني دلتا دبليو ممكن دي ايه؟ اكتبها دبليو اساسا ايه؟ Thank you.
اي دلتا تي اللي هي حته الشارج دي اللي صح؟ دينا الايه؟ حته المور بتتعمل تمام؟ دلتا تي راح مع دلتا تي فيبقى ايه بس ايه؟ اي اللي هي جي سيجما دلتا فاي تمام؟ الدلتا فاي اللي هي عباره عن الانتجرال بتاع دي دوت دي اس
الكلام؟ طيب جي دوت ديلتا ايه؟ اقدر اشيل الجي واسبستيوت عنده كيرل اتش. ده اللي هو الفيرس دول. الفيرس دول كان بيقول لي كيرل اتش بتساوي جي. واقدر من هنا ايه اشيل اسبستيوت جي كيرل اتش. طيب في شويه مانيبيليشن بقى يعني لازم اذكره. استخدام للدايفرجنت ثيري مع الانفريشن على سيرفس روح لانفينيتي اقدر اوصل من النهايه ان الانتجرال ده هو عباره عن اتش دوت كير دلتا اي. وكير دلتا اي هو دلتا بي او الانفينيتيزمال فاريشن للماجنتيك فلكس دنسيتي. بقى عندي الاليمنت انكريمنتال الانرجي بتاع السيستم هو الانتجرال بتاع اتش دوت الانكريمنتال فاريشن دلتا بي نتيجه البي فاريشن من اول زيرو لحد الفاينل فاليو اللي انت عايز توصل لها. تمام؟ اوفر الايه فوليوم بتاع الايه؟ اللي عندك. لو انت عندك لينير فاريشن ما بين اتش وبي، يعني ايه لينير فاريشن؟ يعني عندك لينير ماتيريال زي الالكترونيك لينير ماتيريال لما يكون في لينير ماتيريال اللي انت تستور ان انت عندك البي والاتش ريليتد ببعض ده عباره عن كام؟ بي بتساوي نيو في اتش. عايز النيو ده عباره عن كورس ذيس الالكتروبيك لينير ريليشن. تمام؟ فبالتالي الريليشن دي زي ما عملنا كده بتاع الكلام تقدر نقول ان دلتا ده هي عباره عن اتش دوت نيو دلتا اتش دي فاليو. اتش دوت دلتا اتش نقدر نكتبها انها عباره عن كام؟ نيو دلتا اتش دوت اتش على 2. صح؟ كانها دي اكس سكوير واتش دوت دلتا اتش كانها ايه؟ دلتا اكس سكوير على 2. وانا هاف هنا هنضبط والاخضر وحش فيها يبقى ساعتها لازم استخدم ريليشن
الجماعة بتوع الجماعة بتاعتنا الجماعة بتوع مثلا ال اسمه ريسك ماتيريال عشان يشوف الهستريسيس لوسز مثلا في الترانسفورمرز نتيجة الفاريشن بتاع الكرنت اللي هو بيحتفظ الايرن كور بيحتفظ بجزء ريزيدوال من الماجنتيزيشن اللي موجود فيه ده بيسبب لوسز اللي بيبقى عندي الفاريشن اللي لما تبدا بتفيد وترجع نفس الفاليو تاني لا ما بيبقاش نفس البار بيبقى عندك ثلاث بار ده بيبقى عندك حاجه اسمها ستريس بلوس نتيجه الايه؟ الماجنتيزيشن اللي بيحصل في الايه؟ تمام؟ المهم في النهايه الماتيريال اللي احنا بنتعامل معاها هي هي ماتيريال وبنستخدم الريليشن بس يبقى دايما في ذهنك ان انت لو عندك فاليو كبيره لازم ترجع للاصل او ترجع للريليشن او حاجه زي كده. طيب دي شبيهه بايه؟ دي شبيهه نفس الريليشن دي انت خدتها قبل كده ان انت بتجيب الايه؟ انرجي ستور سيستم شارج بتاعت الايه؟ الليكتريك ستاتس. دي كانت بتجيبها ايه؟ كان عندك لو انت بتجيب الالكتريك انرجي كان عندك امرين يا اما لو انت بتتكلم على سيستم كاباستر شارج ده سبميشن على الـ I و G أو بتجيبها من الشارج اللي هي C أو بتجيبها في الـ L meaning T صح؟ فين الكلام ده؟ ولا هي نفس الكلام بس على مستوى المجال دي بيبقى عندي ريليشن شبيهه بالظبط بس بدل الدي دي بيبقى عندي ايه اتش دي وده برضه فارق في المية ماتيريال وده فارق في المية ماتيريال تمام؟ طيب بالنسبه لو عندي شارج دنسيتي بجيبها في الاخر ايه؟ البوتنشال فانكشن اللي عندي في حد اللي هو السكيلر بوتنشال انما لو عندي ماجنتيك فيلد بجيبها في بلد الايه؟ البوتنشال اللي عندي اللي هو ماجنتيك فيكتور بوتنشال ايه؟ يبقى عندي ده نص جي دوت ايه؟ ليه؟ لان برضه نفس الحكايه لو انا عندي لينير ماتيريال ايه فيكتور يبقى لينير مع الجي فجي دوت دلتا ايه هي عباره عن نص دلتا جي دوت ايه؟ ليه؟ لان لو في لينير ريليشن ما بين كل جي زي ما في لينير ريليشن بين الاتش صح؟ عندي ايه نفس الكلام بيظهر عندنا في تاني تقدر تجيب المريض في عن طريق اي من الريليشنز الثلاثه دول الليت الاولانيه لو انت عندك سيرفيس سنتر سيرفيس شوف الايه الانرجي ستور سيستم بتاع السيرفيس دي الكوشن الثانيه لو انت عندك سيستم كارنت ضروره سيرفيس الكارنت سيرفيس كارنت دي الايه السيجنال بتاع جي دوت اي دي فوليوم زيها زي ما انت بتجيب رو دي دي فوليوم بس هي بدل السكيلر بريدكشن بتعمل دوت رو بين الكرنت دنسيتي او الكرنت فيكتور جي مع الفيكتور بريدكشن دي واخيرا لو انت عندك دي بتعمل دي اتش دوت اي دي بدل دي دوت اي طب انت هنا كنت بتعمل الفيلر ده الفوليوم اللي بتعمل الفيلر عليه ده فين؟ انا فوليوم هي نفس الكلام برضه حتى لو جيت اي من الكوشن الثانية او الثالثة برضه بتنتجريت على السبيس كله عشان تجيب التوتال انرجي ستور تمام؟ عارف الحتة الأخيرية دي بس مزعجة شوية زي ما قلت لكم مش مطلوبة قوي إلا اللي هو الناس اللي بتحب دايما اللي هو السؤال اللي هو دايما بيبقى فيه سؤال سهل كده ليه؟
اللي عايز يعرف ايه حاول يفهم معايا اللي مش عارف لو يعني تصدق زي الفرطوة زي ما طيب عايزين بقى نبدا نتكلم بقى بعد موضوع المجالات نرجع نتكلم على ماكس سوبيشن هنشفت كيس شويه نبدا نتكلم بقى على عمنا ماكس سوبيشن اللي هي خلاصه تايم بانج فيلد بتاعته لحد دلوقتي عمنا فرادي ده قال لك ان انت عندك دلوقتي لو عندك تايم فاريشن في الماجنتيك فيلد نان كونسرفتيف كوانتيتي اللي هو الالكتريك فيلد نان كونسرفتيف الكتريك فيلد ريليتد ليه الماجنتيك فيلد كورليشن بيسترن بي بتساوي 1 الى سي باي سي للماجنتيك فلكس ايه الكلام ده اتكلمت عنه في المحاضره الايه؟ اللي فاتت مش المحاضره دي حتى تمام؟ طيب تعالى كده نشوف المعادلات اللي عندنا لحد دلوقتي او اللي احنا نعرفها وسمعنا عنها نعرف ايه؟ نعرف ان الدايفيرجنس بتاع الجيل بتساوي رو على اف او رو على اف نور بتتكلم دلوقتي انما لو كان ما عنديش اي ماتيريال يعني ايه ما عنديش ماتيريال؟ كان لا عندنا لا الكتريك ولا ماجنتيك ماتيريال الدنيا كلها فاكيوم وتشارجز يا اما بتتحرك لا يا اما ثابته تمام؟ فالايكويشن الاوليه اللي هي دلتا تي بتساوي رو على اف نور اللي هي كنا بنسميها ايه؟ جاوس لو او الديفرنشال فورم بتاع جاوس لو لان الانتجرال فورم بتاع الدايفرجنس دي بتتحول لسيرفيس انتجرال اي دوت دي اس دي كيو كلوز على الابسلون صح؟ هنا ده الديفرنشال فورم بتاع جاوس لو تاني ايكويشن برضه عارفينها من الماجنتيك ستاتيك اللي ما عنديش اي ماجنتيك تشارج واتس ايفر بحيث ان الماجنتيك فلكس دنسي او ماجنتيك فلكس اوفر اني كلوز سيرفيس يبقى زيرو او بمعنى اخر بتتجه في الديفرنشال ايكويشن ده بالاي بتساوي زيرو حتى كده مفيش اي حاجه يعني الاول تو ايكويشنز دول مش مختلفين خالص عن الستاتيك فيلد اللي انتوا درستوها في الاولاني طيب ليه بقى الجديد بقى في الموضوع اللي قعدنا نتكلم عنه المحاضرات اللي فاتت اللي هو فاراديز قال لك ايه؟ قال لك الفيلد اللي عندك الفيلد ده مش لازم يبقى كونزرفت يعني كان قبل كده في الايكو ستاتيك كنا بنقول ان كيرل الاي بتساوي زيرو، قال لك لو انت عندك تايم فاريشن كان سي ان انت كيرل الاي بتساوي ماينس دي باي دي للايه؟ الفاريشن اللي بيحصل الماجنتيك فيلد اللي عندك اللي هو الزيرو. وده اللي سميناه فاراديز لو. صح؟ وبعدين عندنا لحد دلوقتي بنعرفه حاجه اسمها امبيرز لو اللي هو كيرل الاتش بتساوي جي. لو حبينا نكتبه بنكتب الماجنتيك فلكس دنسيتي دي وفي الحقيقه الناس ليه بتكتب ليه بتفضل تكتب الايكويشن بتاع الماجنتيك فلكس دنسيتي دي لان الفيزيكال كوانتيتي او الفورس اللي بتأفكت الموشن بتاع التشارج هي الاي والبي اللي هي متمثله في لورنس فورس فانا لما باجي اقول الفورس توتال فورس على التشارج اقول ان التوتال فورس دي عباره عن كام؟ لي الايفالويشن بتاع الفيلد اللي هي
هي اي من بي. تمام؟ لو ان الانجينيرز بيحبوا يستغلوا دايما بايه دي واتش. لان اليونتس بتاعتهم بيبقى ايه الاي فولت بالميتر والاتش ايه امبير بالميتر. ف ان الاي ده شغال كانه فولتج سورس او فولتج يعني كوفلنت فولتج والاتش ده كانه كوفلنت كرنت وريشو بينهم بتبقى امبير. تمام؟ انما فيزيكالي في الحقيقه في الواقع اللي بيفكت الفورس هي عباره عن البي والفلكس ديستنيشن ديمج. تمام؟ فلذلك هنا ده السبب ان هو الامبيرز لو بدل ما اكتبه كيرل اتش بتساوي جي يكتبوا كيرل البي على اساس ما عنديش اي باجيت ماتيريال واتس ايفر عباره عن يو نوز فيجن. تمام؟ لحد كده مفيش حاجه جديده عن الايه اللي نعرفها قبل كده. بس هنا بقى عندنا مشكله صغيره. كيرل البي بتساوي يو نوز جي ده في الحقيقه valid في الستيدي ستيت او في نون تايم varying كونديشن. تمام؟ لو حصل عندي تايم فاريشن او اكيوميشن تشارج نفتكر كده كان عندنا ايكويشن بتقول لي ان ديلتا جي بتساوي كام؟ ماينس بي رو باي دي تي اللي هي بتساوي دي كونتينيوتي ايكويشن صح؟ الكونتينيوتي ايكويشن دي لازم تبقى ساتسفايد. لما كان عندي ستيدي ستيت فلو او ستيدي كارنت الديلتا جي بتساوي كام؟ زيرو. طيب هل امبيرز لو ده هيبقى فاليد لاي دايناميك كيس او لما يبقى عندي فيه فاريشن في التايم بالنسبه للكرنت؟ لا مش هيبقى فاليد. ليه بقى؟ هتعرف ليه؟ ايه مشكله الايكويشن الرابعه دي؟ حد يفكر كده معانا. هي بتيجي من دي كل اللي لا سيبك لا انا عايز يعني الكويشن الرابعه دي المفروض الدايفيرجنس بتاعها بتاع الليفت هاند سايد يبقى كام؟ زيرو. ده هيحسن الدايفيرجنس بتاع الجيت كام؟ زيرو. طب المفروض هو مش زيرو الكويشن دي غلط. تمام؟ يبقى انا عندي دلوقتي لو انا جيت اخد الدايفيرجنس بتاع الكويشن الرابعه دي يطلع لي ان زيرو بيساوي كام؟ ميو نود ديلتا جي. الكلام ده فارق فين؟ مستيدي كارنت. انما لما يبقى عندي تايم فاريشن مش فارق. تمام؟ مين اللي خد باله من الكلام ده؟ عمينا ماكس. وراح قال لك بقى ايه؟ احنا ممكن نعدل الايكويشن الاخيره دي ونضيف حاجه مع الكرنت ولذلك سماها ديسبليسمنت كرنت. هي عباره عن ايه؟ عباره عن اكس يو نو اللي هي البرميتيفيتي بتاعت الفري سبيس دي باي دي تي تايم ديفيرجنس بتاع الفري. لو ما فيش عندي تايم فاريشن الجي ديسبليسمنت دي كانها مش موجوده. تمام؟ يبقى دي مش هتظهر الا لما ايه؟ الا امتى؟ الا يبقى عندي تايم فاريشن وضافها الى ايه؟ الايكويشن دي. تمام؟ وقال لك دي التعديل بتاع الناس دول اللي عمل مثلا. طب ليه الايكويشن دي بقت فاليد بقى مع الـ مع الكونتينيوتي؟ تعالى خد الدايفيرجنس بتاع الايكويشن الاخيره دي. ناخد اللي عملها مثلا. تعالى خد الايه؟ الدايفيرجنس بتاعها. يطلع لك ايه بقى؟ الليفت هاند سايد الدايفيرجنس بتاعه زيرو صح؟ الرايت هاند سايد يبقى عندك ايه؟ النيو نود تقدر تاخدها كومن من الترمين دول بقى لك عندك ايه دايفرجنس في اي جي سوري. تمام؟ بلس ابسلون نود تايم ديريفيتيف تقدر تدخل الدايفرجنس بعد التايم ديريفيتيف. طب الدايفرجنس في اي عباره عن كام؟ رو على ابسلون نود. عندي هنا ايه زيرو تساوي ميو نود شيف جي يبقى عندي ده بلس زيرو
بقت هي دي الكونت دي هي ايه؟ ايه الكونت؟ تظبط يبقى كده ايه؟ دلوقتي الموديفيكيشن اللي عمله نفسه بيحقق الكونتينيوتي ايكويشن بالنسبه لي بقى عندي تيرمينال. طيب هو نفسه مش مجرد حط التيرمينال ده وخلاص، طب هو بقى كمل بقى عندي ايه؟ الاربعه ايكويشن دول بتاع التعبير اللي هو بتاع انفيرس، وراح عامل حاجه اسمها الويب ايكويشن. هو طبعا لما حط الترم ده بقى عنده حاجه جديده، بقى عنده ايه؟ بقى عنده كابلنج، يعني انت فرايديز لو ربطت الفاريشن بتاع الماجنتيك فيلد بالالكتريك فيلد. الفيجن اللي عمله ربط الفاريشن بتاع الالكتريك فيلد بالماجنتيك فيلد. بقى عندي دلوقتي الايه؟ الالكتريك فيلد بيعمل ماجنتيك والماجنتيك بيعمل الكتريك. عارفين كابل ببعض، وش حاجات منفصله. حتى لما تحط السورس بزيرو، يعني زي مثلا جيت حطيت الرو والجي بزيرو، بقى عندك تو ايكويشنز الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد كابل ببعض. راح هو واخد التو ايكويشنز دول وحلهم مع بعض ودي كيس، وجاب منهم ان بقى عنده ويف بروجيت بسبيد عباره عن سكوير روت بتاع 2 1 اوفر سكوير روت نيو نوت اكسترا نوت. من اكس النود وبي نود اللي محسوبين الالكتروستات، اكس النود البرميتيفيتي بتاعت الفري سبيس، ودي البرميبيليتي بتاعت الفري سبيس، ودي تقدر تكتبها في قاعه تدور رقم دور. قال لهم دي السبيد اوف لايت، السبيد اللي هي سبيد، يعني قال لهم باختصار ان اللايت ويف از ان الكتروميتيك ويف بروبوجيتد وذ ذيس سبيد. حسبها لهم بهذا الشكل. طبعا الناس شافتها كان اول مره تشوفها، ايه ده؟ واللايت ويف عباره عن الكتروميتيك ويف، ده كان ايه؟ بيج ايشو بقى ايه ده؟ مش عارفين. بدات هنا من هنا بقى ماكس بيجيشن بدات توصف كل اللي ايه؟ الكتروميتيك ويف اللي بينها اللايت ويف والكلام ده. احنا هنبدا نتكلم على